خلونا نستمع من دكتور محمد باغا، أستاذ إدارة الأزمات والخبير الاقتصادي. دكتور محمد، أهلا بحضرتك يا فندم. بخير يا دكتور محمد، أهلا بحضرتك. يعني حضرتك تابعت ما قيل اليوم في سواء الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأولى اللي اتكلم فيها الوزراء المجموعة الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي وعما تحقق وعما إن شاء الله سيتحقق، كيف تقيم ما سمعته؟ الحقيقه يا فندم، مؤتمر حكايه وطن هو بيستعرض البانوراما التاريخيه والتنفيذيه اللي الدوله المصريه مرت بيها في ظل ظروف قاتمه جدا وفي ظل ظروف قاسيه، سواء على الوضع الاقتصادي العالمي وبخاصه في الوضع الاقتصادي المصري، لانه حضرتك سيد من يعلم انه مصر واجهت حقبه من الازمات المتتاليه خلال هذه الفتره من بعد 2011 ليمكن لوقت قصير. احنا كنا ازمات اقتصاديه طاحنه، كنا ازمات سياسيه، كنا ازمات عدم الاعتراف بالدوله المصريه من قبل مؤسسات دوليه وكانت بتناطح الدوله المصريه مناطحه شديده جدا. كنا بنتحدث عن ملف ارهاب لا ينتهي، كنا بنتحدث عن بنيه تحتيه متهالكه، كنا بنتحدث عن يعني موارد ناضبة، كنا بنتحدث عن دولة كانت في نفق مظلم تجد من يبحث لإنقاذها. وجاءت الفترة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وشهدنا دكتور محمد تحول في كافة المجالات الاقتصادية المصرية. الاقتصاد المصري بدأ يتعافى، حققنا معدلات نمو كانت الثالثة على مستوى العالم في فترة 2019 ما قبل كورونا، ولولا أن حدثت جائحة كورونا ولولا أن دخلت علينا الأزمة الروسية الأوكرانية وعملت يعني شد كده للاقتصاد العالمي في أسفل، وجزء من الاقتصاد العالمي مصر موجودة فيه، تراجعنا قليلا ولكننا لسه بخير قدر الإمكان. شهدت الدولة المصرية في ملف الاقتصاد تطور هائل جدا في أزرع الاقتصاد، كانت هناك مرونة عالية، كانت هناك مشروعات إنتاجية، مشروعات خدمية، كان هناك استصلاح للأراضي الزراعية في مناطق لم تكن أبدا الدولة المصرية تدخل فيها، حدث تنمية لسيناء، حدث تنمية لغرب مصر، مشروعات الكهرباء والاكتفاء الذاتي منها، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعندنا مشروع بنبان الطاقة الشمسية وهو المشروع الأكبر على مستوى العالم، مشروعات الثروة الحيوانية والداجنية والسمكية، مشروعات تتعلق بالعنصر البشري وتطوير المنظومة التعليمية فيه وتطوير منظومة العمل وتطوير منظومة الإجراءات والاستثمار. كل هذه الأمور لم تأتي أبدا من فراغ ولكنها كانت لرؤية، وعايز أقول لحضرتك يا دكتور أنه الرؤية هنا هي رؤية دولة مش رؤية رئيس فقط. يعني صحيح صحيح، من كلام دولة الرئيس مصطفى مدبولي في مؤتمرات سابقة كانت هذه الملفات موجودة يمكن منذ فترات الرئيس مبارك وكان هناك خبراء يعدونها، ولكن العبرة ليست بالتخطيط فقط ولكن العبرة أيضا بالتنفيذ، إنك يكون عندك قيادة قادرة على أن هي تنفذ، عندها الجرأة، عندها الاستعداد، عندها تقبل المخاطرة، وهذا ما رأيناه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودائما بنقول في علم الاستثمار يا دكتور محمد أن هناك علاقة طردية ما بين العائد والخطر، يعني كل ما كان عندك حب انك تخاطر وحب انك العائد بيبقى اكتر طبعا طبعا، بيكون العائد بتاعك عائد كبير جدا، وهذا ما ننتظره خلال الفترة القادمة، هو بس العالم يهدى شوية وان المصريين يستوعبوا انه البلدان بتبنى بالصبر والمثابرة والجهد وبالعرف وبالعمل، والنماذج الانسانية كثيرة يا دكتور محمد. يعني لو جينا نبص على النموذج الامريكي نفسه هنلاقي انه امريكا عانت امر المعاناه، يعني في فتره 300 سنه تقريبا بقت هي القوه الاولى على العالم. نماذج كانت في قاع القاع ولكنها برؤيه القياده عندها وبحب المثابره وان الشعب يلتفت حوالين القياده، النموذج الماليزي، النموذج السنغافوري، النموذج البرازيلي، النموذج الجنوب افريقي، وحتى نماذج ممكن ان احنا بنعتبرها ان هي العنصر البشري فيها كان عبء على الدوله ولكن حدث لها انتصار زي النموذج الصيني والنموذج الهندي. مصر ابدا مش بعيده عن ان هي تكون نموذج ايضا واعد، واحنا واعدين لانه احنا تاريخ كبير وارث حضاري كبير يمتد لاكثر من 11000 سنه انجاز القول اللي احنا نقوله يعني في بعض الكتب والروايات، او على الاقل 7000 سنه. 105 نسمه ليسوا ابدا ان هم 5 مليون ليسوا ابدا ان احنا ممكن نعتبرهم ان هم عبء، ولكن ممكن نعتبرهم ان هم ثروه
بشريه، خاصه يا دكتور انه 60% من هذه الثروه يعتبر من الشباب، وبالتالي قوه دافعه كبيره جدا لتاهيل الاقتصاد والسياسه والاجتماع نحو مزيد من التقدم ونحو مزيد من الرقي. شرط بس ان احنا محتاجين نبقى منظمين كشعب ومنظمين مع القياده السياسيه، وان كلنا نتحدث بخط الدوله وليس بخط فردي او بخط جماعات او كتل لها يعني مآرب او لها اغراض شخصيه على حساب المصلحه العامه. صحيح. بشكرك جدا دكتور محمد بغى، استاذ اداره الازمات والخبير الاقتصادي. يمكن قدام حضراتكم على الهواء اهو بتبدا فعاليات الجلسه الثانيه في اليوم الاول لمؤتمر حكايه وطن، ودي الجلسه مخصصه للطاقه، يعني ملف قدامنا كمان هو وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر و
بالظبط. دي الشهادات اللي بيقولها لك الاجنبي. الاجانب يا فندم لما بينزل النهارده بالليل ويتحرك وياكل ويشرب ويتحرك في المنطقه اللي هي محيطه بيه، بيدي رساله طمانينه للعالم. ما تنساش حضرتك السياحه اللي كانت في نهايه 2010 كانت بتدخل صافي في الموازنه 14 مليار دولار تقريبا. احنا النهارده بعد مجهود اكتر من 10 12 سنه بنحاول نرجعهم تاني عشان نجيب صحيح. 14 مليار دولار ولسه ما جبناهمش. هي دي 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 حقائق كتيره المفروض الناس تفهمها طبعا وتعرف طبعا صحيح. وده لحقته بما يسمى بالتوثيق. ده دور بقى الجهات والكتاب والمثقفين لما بيعملوا ورش العمل ويجتمعوا بالناس النهارده ولهم خلي بالكم المجهود اللي بيحصل ده عايزين نحافظ عليه، زي ما حضرتك تكون بنيت عماره ولسه قدامك بتكمل ادوار اخرى، خلي بالكم انا بحافظ على اللي انا بنيت عليه لان انا ببني عليه تاني. صحيح، والا اللي اتبنى ده نفسه هيضيع. بالظبط، وده الامر اللي احنا بنوصله للمجتمع بقى الخارجي. اولا للمشككين، اثنين لاصحاب المؤامره، ثلاثه للمدعين بالفهم، اربعه للكذابين اللي هم دايما ما بيطلقوا الاشاعات، اللي مش عايزيننا نكون كويسين. صحيح، لا عايزين يخلونا نكون كويسين ما بيننا وما بين بعضنا. ولا عايزين يخلونا كويسين في ان احنا يكون عندنا راي سياسي حر ان احنا ننتخب رئيسنا بمزاجنا او ان احنا نشوف قدرتنا الاقتصاديه ونتحدث بمزاجنا. ثلاثه العصابه الارهابيه اللي هي يعني زي عارف حضرتك كده والعياذ بالله الوباء اللي هيفضل في المجتمع والعالم للاسف برضه بيرعاه. ولسه ما زلنا لغايه وقتنا الحالي بنشوف ليهم يعني مسانده من بعض من الدول للاسف الشديد. للاسف الشديد مستغرب يعني. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.